سائلة تقول: حصل خلاف شديد بيني وبين زوجي، كاد أن يصل إلى الطلاق، وفي خلال هذه الفترة أديت مع والدي فريضة الحج دون إذن من زوجي، فأنا على خلاف معه ولا اتصال بيننا، وحين علم زوجي بذلك لم يسره ذلك لأني لم أطلب إذنه، فما حكم حجي وهل يلزمني إعادته إذا كانت وهي فريضة، وماذا علي؟ أما الحج فصحيح سواء كان فريضة أم نافلة، وأما سفرها بدون إذن زوجها فينظر، إن كان الخطأ من الزوج فهي معذورة، وإن كان الخطأ منها فهي غير معذورة، وعليها أن تطلب من زوجها السماح لها. وأنا في هذا المكان أطلب من زوجها أن يسامحها، وأطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تصلح ما بينها وبين زوجها.